الحوار بريس، عينكم على الحدث. مولانا رسول الله وآله وصحبه، السيد آمن صاحب جلالتي على إقليم الإفراد، أيها الحضور الكريم، تبعا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلقة بتكريس عصانة تدبير الموارد البشرية على المستوى الترابي والرقية بأدابها وفق دينامية ترتكز على الفعالية والقرب لمواكبة المواطنين باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم أسس الحكامة الترابية على الحركة الانتقالية الأخيرة. نلتئم اليوم في حفل تنصيب رجال السلطة الجدد المعينين مؤخرا بإقليم إفراه، وخير ما نفتتح به هذا الحفل البهي آيات بينات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. حضور كريم، كنا باسمه وصفته. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بدايه اتوجه بالشكر لجميع الساده الحاضرين على تلبيتهم الدعوه للمشاركه في هذا اللقاء الذي ينعقد بمناسبه تنصيب رجال السلطه الذين التحقوا بالعمل بنفوذ عمله اقليم إفران على إثر الحركة الانتقالية التي أجرتها مؤخراً وزارة الداخلية في صفوف سلك السلطة. هذه الحركة التي تتوخى من بين أهدافها إعطاء نفس جديد للإدارة الترابية وإرماء معارف وتجربة رجال السلطة الذي أبرز ملامحه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله خلال خطابه التاريخي يوم 12 أكتوبر 1999. ومن هذا المنطلق فإن رجل السلطة مدعو إلى الاحتكام لسياسة القرب والانخراط بكل قوة في الأوراق المفتوحة ببلادنا مع مختلف الواجهات، وفي مقدمتها ورش التنمية البشرية والاجتماعية وفق المنظور الذي وضعه ملك البلاد التهميش. وإذ كان هذا هو الهدف من هذه الحركات المتواصلة، فالأمر يقتضي كذلك للمنتخبين والمصالح المرتبطة بالإدارة الترابية إلى تقديم يد المساعدة للانفتاح والاندماج والتشارك وجاء الله وتطلعات جلالته بالنمو والتطور وركب مسار في الدول الرائدة. وضمن هذا المنظور قد التحق بالإقليم السادة الآتي أسماؤه: السيد حمزة محمد رئيس الدائرة رئيس مجلس الشؤون الداخلية بالعمالة من مواليد 16 أكتوبر 1985 بالفنيرة، متزوج وأب لثلاثة أبناء، حاصل على الدكتوراه في قانون الأعمال، ماستر في قانون الأعمال، دبلوم معهد الملكي للإدارة الترابية. التحق كذلك السيد عثمان مواليد 1 شتنبر 1987 بدولات، متزوج وأب لطفلين، حاصل على الإجازة في القانون القدسية. السيد ماجد محمد قائد قيادة الإكلاون من مواليد 19 يوليو 1993 أكناس، متزوج وأب لطفلين، حاصل على ماستر في العمومي والحكامة الترابية. جديد بالسلطة الذي أطلقه صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وجه عناية المسؤولين للتحقق بمهامه الجديدة كل في دائرة نفوذه، إلى أن يكون هذا المفهوم ومقاصده دليل عملهم وخارطة طريق يهتدون به للتسيير الإداري والعمل الميداني في لط مقامهم بهذا الإقليم.
وذلك بالعمل بكل إخلاص وتفاني المجتمع المدني والمواطنين والنسيج الاقتصادي من أجل ربح رهان التنمية المستدامة بالمملكة، وخصوصا وأن إقليم إكران يعرف انطلاق العديد من أوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار إعادة تأهيل المدن والمراكز. هذه المشاريع التي لا بد أن تحظى من طرفكم بمواكبة يومية ودائمة لنحقق جميعا ما يسوء إليه السكان لجعل مدنهم وقراهم تتفوق المكان اللائق بها، وذلك خدمة للمواطنين. كما يسعدني بهذه المناسبة أيضا أن أخبر الحضور الكريم أنه في إطار نفس الحركة غادر نفوذ العمل أربعة رجال سلطة إلى وجهات مختلفة من التراب الوطني، ويتعلق الأمر بالسادة فؤاد إبراهيم رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمل الدريوش، المدني جمال قائد رئيس الملحق الإداري بتطوان، فحي عبد المنعم قائد قيادة تشلى عملة أوسب، الزرناني سفيان قائد قيادة مقالة عملة سمارة. وإذا أود أن أعرف لكم وبأسمي خاص وكل الحضور الكريم عن تشكراتنا الخالصة لهم على ما أسلوه من خدمات لهذا الإقليم وما أبانوا عنه منه احتراما لواجبهم الوطني ولسكان الإقليم. أتمنى لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، ولكل رجالة الإدارة الترابية سواء جدد أو الذين غادروا باتجاه أقاليم أخرى، وتوجهوا بالقول بأن خدمة هذا الوطن من كل من الاقتصادي والاجتماعي التي تعرفها بلادنا قاطرة لسير قدما نحو الرفع من مستوى عيش السكان وتطوير معدلات النمو وربح رهانة التنمية المستدامة بإشراك كل الفاعلين والقوى التواقة إلى تحسين مستوياتها النمو ببلادنا. ومن واجبي لا بد أن أتوقف لحظة هنا أن أشكر بشكل خاص الرجل الشهم الوفي في عمله والمخلص لمهنته والحاضر في كل زمان ومكان والثابت في مواقفه وبياض قلبه ونقائه والمدافع الشرس على زملائه في القصة التي لا يعرفها الجميع. التوفيق في مهامه الجديدة. مشتوب التحصيل ديالو بطبيعة الحال كيبقى الإقليم ديالو بامتياز. مرحبا به الوقت اللي بغا خدم هذا الإقليم. كان كيف عصب مرة ولكن القلب حنين والقلب بيض وما كياخدش في قلبه. دونك هادو هما المميزات ديال رجل السلطة الناجح. نتمنى له التوفيق إن شاء الله في المهام ديالو الجديدة. من هذا المنبر أشدد الدعوة للجميع، هيئات منتخبة وإدارية وفعاليات مجتمعية غيورة وسلطات محلية إلى انخراط في مسلسل التنمية الذي يعرفه الإقليم والمساهمة الخلاقة لكل الجهات في بناء صرح طموح كإقليم فتي ولكنه واعي بإمكانياته ورجالته طموح الصاغرين على أمر شؤونه. كما أدعو رجال السلطة كل من موقعه إلى بذل الجهود اللازمة لضمان الشروط النجاح مشاريع التنمية بالإقليم من خلال العمل الدؤوب على التتبع الميداني لكل الأوراش المفتوحة على صعيد كل الجماعات والتنسيق بين جميع المصالح لإنجازها طبقاً للمواصفات التقنية والقانونية والأجال المحددة لها، وكذا أن تكون قوة اقتراحية لعرض المشاريع والتدابير اللازمة للتنمية المحلية. ونفس في نفس الإطار العمل بجد على محاربة كل الظواهر المشينة التي تسيء إلى الإطار المجاري سواء من جانب التعمير والبناء العشوائي أو الترامي على الملك العمومي والتطاول على عملات الدولة والتصرف فيها بدون سند قانوني، وذلك اعتزازا للقانون وإقرار الدولة الحق والقانون والمؤسسات. فهيبة الدولة تنطلق أصلا من الحفاظ على الثوابت والضرب على أيدي المخالفين. وكشرط أساسي لنجاحكم الميداني هو نهج سياسة القرب والإنصات والاستباق والتنسيق، تلكم هي مقومة النجاح. والله ولي التوفيق والإعمال فسير الله عملكم المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله الوفاق. الدعاء للسد طالب. وصل الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن ينصر مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به راية القرآن المبين. اللهم وفقه لما تحب وترضى. اللهم وفقه لما تحب وترضى. اللهم أصلح به وعلى يديه. اللهم أصلح به وعلى يديه. اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم يا ربنا حقق مسعاه وثبت خطاه
واجعله يا ربنا من عبادك الموفقين في كل أمر بمحض جودك ومنك وكرمك يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. كما نسألك اللهم يا ربنا أن تحفظه في ولي عهده وفي أسرته الملكية الشريفة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. كما نسألك اللهم يا ربنا أن ترحم فقيدي العروبة والاستقلال جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني وجلالة المغفور له الملك محمد الخامس. اللهم تغمدهما برحمتك الواسعة واشملهما بعفوك وبلطفك وبرحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كما نسألك اللهم يا ربنا أن تجدد رحماتك كذلك على والدينا وعلى عامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. كما نسألك اللهم يا ربنا أن توفق كل المسؤولين بهذا الإقليم لما تحبه وترضاه ولخدمة الصالح العام. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.